قافلة تشارك. قامت بإيصال قافلة غذائية لتحسين وجبة العشاء والسحور للمرابطين بالجبهات. هذه المرة كانت القافلة للقطاع 5 و 6 باللواء 22 ميكا. قافلة شارك وهي من أول ما تأسست من عام 2015 بشهر 10/2015 وهي تقوم بدعم المقاومة والجبهات، فمساهمة منها في هذا الشهر المبارك الكريم لتحسين وجبات التغذية خاصة وجبتي السحور والإفطار. قامت بتقديم بعض هذه المواد التي قاد بها المواطنون وقاد بها أهل الإحسان. قافلة شارك مستمرة بدعم الجبهات طوال العام كهمزة وصل بين الحاضنة الشعبية والجيش الوطني، ولهذا يقف أفراد وقيادات الجيش شاكرين ومعترفين بالجميل لإخوانهم المدنيين على دعمهم والوقوف إلى جانبهم طوال الوقت. نتقدم بالشكر الجزيل لقافلة شارك على مساهمتها ودعمها ومساندتها للمرابطين في الجبهات ابتداء من بداية نشأتها في جبهة تعبات ثم عقبة ثم صالة والتشريفات والمكلكل، وها نحن الآن في جبهة الكريفات ولوزة مصرمين، فلهم كل الشكر والتقدير على هذه المساهمة وهذه المشاركة. عندما يكون الجيش بالمتارس والمواقع وكل السكان داعمين وواقفين إلى جوارهم كيدا واحدة، فأبشر بالنصر وهزيمة الأعداء، ولن تستطيع الميليشيات اختراق صفوفهم، فالصف متلاحم.